حاب أذكر بعض الأمثلة على تطبيقات الواقعية للجينوم السعودي. الطفلة سارة أحد المرضى اللي أحيلوا إلى إحدى منصات برنامج أو مشروع الجينوم البشري السعودي، تم تشخيصها بحالة وراثية سرطانية تسمى جلايوبلاستوما، كان عمرها سنة ونص. تم استقبال الحالة، تم لقاء الأب، تم الاستفسار عن التاريخ الطبي للأسرة، وجدوا أن هناك أخ لطفلة سارة توفي رحمه الله أيضا بسبب ورم نادر جدا في الغدد اللمفاوية، وفعلا تم اكتشاف وجود خلل في الجين المسؤول عن إصلاح المادة الوراثية عند حدوث أي عطب فيها. بعد ما تم الاكتشاف تم النظر في حالات العالمية اللي تم رفع فيها على المستوى، بالذات فيما يخص المرض هذا، وجدوا أنه فعلا هناك حالة تم رفع تقرير فيها أنه مصابة بهذا الاعتلال الوراثي النادر. تم استخدام علاج مناعي محدد لعلاج الحالة واستجابت الحالة للعلاج، فقرر فريق مشروع الجينوم السعودي مع الفريق الطبي المعالج لسارة استخدام هذا العلاج المناعي لأول مرة في المملكة العربية السعودية، والحمد لله اختفى الورم بشكل كامل بعد أشهر قليلة من بدء العلاج.